بس عندي معلومة بسيطة ودي أتكلم عنها عن السلطان قابوس الله يطول بعمره، وخلكم معاي فيها ثواني بس. يا أخوان ويا أخوات، هذا السلطان قابوس الله يطول بعمره ويحفظه للشعب العماني ويحفظه لهم إن شاء الله. بكلمكم معلومة بسيطة، كلمة السلطنة أو السلطان أعلى مراتب الزعامات في العالم. ومعلومة بسيطة، ملكة بريطانيا الملكة إليزابيث، الرئيس أو السلطان أو الملك الوحيد اللي تستقبله تخيلوا هو السلطان قابوس. في المطار تستقبله في المطار جميع الملوك أو الرؤساء هم اللي يروحوا لها في قصرها، لكن الوحيد اللي تجي وتستقبله في المطار السلطان قابوس. فاسألوها شمعنا السلطان قابوس هو اللي تروحي له المطار، فقالت لهم هالمعلومة هذه، إنه هو أعلى مني رتبة لأنه هو سلطان وأنا ملكة. فعسى الله يطول بعمره ويحفظه ويحفظ أهل شعبه ويحفظ الشعب العماني، الشعب المكرام اللي الواحد يخجل من طيبه. فهذه مجرد معلومة عن السلطان قابوس.